الخوال دولتان كانها ضلع الوتيد، دولة من دونها طاح وشيوخ انطغاه. هبس هباس العزاء ويلي حان الوعيد، نكسر جيوش المعادي ونكسر الأشباه. من طحنا ساعة الحرب ملعون ثوى. حصريا على قناة موج للمونتاج الرسمي. حبني خالد.
حكمنا والله اللي على قول شهيد 400 عام حكم المطاني خدها ساعة الحرب ملعون ثوى فعل سعد ومعنى عيوى لذيع جديد حامي يميض الحبالي ولا يقرب حما أبلنا من دونها كم كسر من عقيد نظم العيال لا على ويعود وراه والقبايل بالفعايل لها بس شديد ما جهلها لا غشي من حداها بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، نحب نلقي كلمة طيبة إن شاء الله، جعل الله يجمعنا وياكم في يوم لا ينفع لا مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. أجعل إجماعنا إجماعا مبروك إن شاء الله، الله يجمعنا في طاعته ورضاه. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله يبارك لك أبو عبد الله، يبارك لأخوك بعد، والله يوفقكم يا رب، وعقبالكم عقبا شنو؟ عقبالنا إن شاء الله، عقبالنا يا رب، اللهم أمين، يسر اموركم ويوفقكم عقبالي انا ان شاء الله. الله يبارك لكم ويبارك عليكم ويبلغكم ذريه صالحه ان شاء الله. السلام عليكم، مساكم الله بالخير، شلونكم؟ مساكم طيبين. وبارك جعيثن وعبد الله الخالدي، اقولها الف الف مبروك فالك ولد ان شاء الله. السلام عليكم، نبي نبارك لاخواننا جعيثن وعنبر، الله يوفقهم ان شاء الله، يرزقهم الذريه الصالحه، فرحتهم والله فرحتنا كلهم اخواننا وعيالنا. وان شاء الله ان شاء الله باقي الشباب مصعب وبن محمد وباقي الشباب كلهم ان شاء الله يتزوجون، الله يوفقهم ان شاء الله ويرزقهم كل خير. بارك لاخواني جعيثن وعنبر على زواجهم، والله يرزقهم الذريه الصالحه ان شاء الله، يوفقهم حياتهم الزوجيه ويبن بيتهم ويجعل بكركم ولد ان شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاه والسلام على اشرف الخلق سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. نحمد الله العزيز الحكيم على هالساعه إن شفنا عنبر وجايثن متزوجين، والليلة أبرك الليالي وأسعدها، والله يبارك لهم ويتمم لهم خير يا رب العالمين. الله يبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، أبارك العريسين عنبر وجايثن، والله يوفقهم إن شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، في هذه الليلة المباركة نبارك للأخوين الأخ عنبر والأخ جايثن بمناسبة زواجهما في هذه الليلة، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقهما لكل خير. الرحمن الرحيم، نقول الله يبارك للمعاريس عنبر وجعيثن ويرزقهم الذرية الصالحة يا رب العالمين، ويوفقهم ويبارك لهم. السلام عليكم. نقول الله يبارك لهم ويبارك فيهم ويبارك عليهم ويرزقهم الذرية الصالحة إن شاء الله. السلام عليكم، مساكم الله بالخير، أسأل الله أن يبارك لهم ويجمع بينهم بخير ويوفقهم ويتمم لهم على خير يا رب، ويرزقهم الذريه الصالحه. السلام عليكم، مساكم الله بخير، الله يبارك لهم ان شاء الله ويجمع بينهم على خير ويتمم لهم ان شاء الله. السلام عليكم يا عيال ابو عبد الله، الله يوفقكم ان شاء الله جميعا يا عنبر ويا جعيثن، والله يبارك لكم ان شاء الله فيما سعيتوا فيه، وفالكم ان شاء الله العيال البارين ان شاء الله والصالحين، وحنا اخوانكم طال عمرك حمد وراشد اخوه طال عمرك. الله يبارك لهم ويبارك فيهم ويجمع بينهم خير ويرزقهم إن شاء الله الذرية الصالحة يا رب. الله يبارك لهم ويهنيهم إن شاء الله ويسعدهم، وألف ألف مبروك يا عيال أبو عنبر، تستاهلون كل خير. عبرك عبرك ما دبرتوا، والله يتمم لكم على خير ويبني بيتكم يرزقكم الذرية الصالحة يا الله يا كريم. الله يبارك لهم ويهنيهم إن شاء الله في حياتهم الزوجية والعملية عند كونتريليشن for my cousin to do it all this. Thank you.
ألف مبروك المعاريس والله يوفقهم إن شاء الله وفالهم إن شاء الله عيال. الله يبارك لهم يا رب ويجمع بينهم يا رب وفالهم الولد يا رب. بالمبارك يا أبو عبد الله والله يوفقكم إن شاء الله ويبني بيتكم ويرزقكم إن شاء الله الذرية الصالحة يا رب. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد. الله يبارك للمتزوجين الله يبارك لهم إن شاء الله ويرزقهم الذرية الصالحة يكفيهم شر على الحرام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. أولا أبارك لعيالي عنبر وجعيثن وفعلهم طيب إن شاء الله بالذرية الصالحة الله يوفقهم يستر عليهم وهذه مناسبة طيبة والله يجمعنا على المعزة والطاعة إن شاء الله. الرحمن الرحيم نقول للمعاريس جعيثن وعنبر ألف ألف مبروك الله يوفقهم إن شاء الله ويرزقهم الذرية الصالحة ألف مبروك. بسم الله الرحمن الرحيم. الله يبارك لعيالنا ويوفقهم إن شاء الله ويرزقهم بالذرية الصالحة. وما أقول لك ما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم بارك لهما وبارك عليهما واجمع بينهما على خير والله يفرح أمه وأبوه فيه. الله يوفقهم يا رب. الله يبارك لكم إن شاء الله يوفقكم وذرية الصالحة إن شاء الله وهالشيخ تركي معكم قال الله يبارك لكم. الله يبارك لكم. الله يبارك لهم يجمع بينهم بخير ويوفقهم بحياتهم إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله يبارك لكم يبارك عليكم يجمع بينكم في خير يرزقكم الذرية الصالحة والمصلحة يوفقكم لما يحبه ويرضى. مرحبا أسعد الله مساكم بكل خير والله يوفقهم إن شاء الله يبني بيوتهم والله يوفق إن شاء الله أخونا عنبر أخونا جعيد إن شاء الله يرزقهم بالذرية الصالحة. مباركين إن شاء الله الله يبني بيتكم بالطاعة إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نهنيكم على الزواج ونقول لكم بارك الله عليكم وبارك بينكما وجمع بينكما بخير ونسأل الله أن يرزقكم الذرية الصالحة وعلى البركة. الله يبارك له ويبني بيته ويرزق الذرية الصالحة. وعنبر أصلا صديق دراسة وأخ قبل ما يكون صديق عسى الله يوفقه يا رب يرزق الذرية الصالحة. بارك الله لهم وعليهم وجمع بينهم بخير صلى الله لهم التوفيق لنا ولهم وجمع المسلمين يا رب آمين. الله يوفقهم لما يحب ويرضى آمين. ألف مبروك أبو عبد الله والله يوفقك ويبني بيتك إن شاء الله ويجعل فالك ولد هذه بيتين خاصة بيني بينك. يقول الديرة اللي كل يوم تنبها تعرف شوارعها وتعرف طبها لابد يا جعيثن تجنب عنها لو كان لابد يا جعيثن تجنب عنها حتى لو انك الله يلعن عبد الرحمن فلاح. الديرة اللي كل يوم تنبها تعرف شوارعها وتعرف طبها لابد يا جعيثن تجنب عنها لو كان بعض احيان عقب شوي بدع الرجال وبقولها لك. الله يوفقك ابو عبد الله. والله اللي على قول شهيد 400 عام
المطاني خدها طحنا ساعة الحرب ملعون الفوا فعل سدوم العلاعي ولا فيها جديد حامي بيض الحبالي ولا يقرب حما أبلنا من دونها كم كسرنا من عقيد نلطم العيل لعال ويعود وراه والقبايل بالفعايل لها باس شديد ما جهلها لا غشي من حداها لو يبعد النير وطويق وجبال الصلاه
بعدها الخيول تلتقى انها طلعت وتدور من دونها طاح وشوف انطرى همسها بس العزاوي ليا هذا الوعيد نكسر جيوش المعادي ونكسر الاشباع خيال الحيز ليا من بدا ضرب الحديد من طحنا ساعة الحرب ملعون ما جهل هلا غشي من حداها اللي حدا سنة لي بدع الجزاير بمضمون القصيد في البيوت اللي تجمل وتلفت الانتباه من طرق الشعر وبحوره اخترت الفريد في حفظ راشد وراشد رفيع المستوى الله يبارك ويرزقك بالعمر المديد يا ولد شيخ الاول والنعم عند ذكره ما تعيد حي والله راسه وحي طريق شهيد 400 عام حكم المطاني خدها الخوالة تلتقى انها طلعت وتدور من دونها طاح وشوف انطرى همسها بس العزاوي ليا هذا الوعيد نكسر جيوش المعادي ونكسر الاشباع خيال الحيز ليا من بدا ضرب الحديد من طحنا ساعة الحرب ملعون انثوى فعل سعد ومعراعي ولا ذيعه جديد حمي يميض الحبالي ولا يقرب حماه ابننا من دونها كم كسر ضم العقيد نلطم العيال لا علو يعود وراه والقبايل بالفعايل لها بس شديد ما جهل هلا غشي من حداها اللي حدا اللي بدع الجزاير بمضمون القصيد في البيوت اللي تجمل وتلفت الانتباه من طرق الشعر وبحوره اخترت الفريد في حفظ راشد وراشد رفيع المستوى الله يبارك ويرزقك بالعمر المديد يا ولد شيخ سعد بن عبد الحلال شده حزام وعضيد والله اليوم
المطاني خدها شديد ما جاهلها الا غشيت.